لذلك يهود عهد النبي صلى الله عليه وسلم نبي انت وي مادان ايي اورنجرين السلام عليكم غير دشاده اهات مرغاب النبي اورنجر عليه الصلاه والسلام و هو كو جواب جري وعليكم وحات رادين بلين يدي السلام عليكم وما هي دم شكر كاغا هات غيري ها كو دخل ويان دمو مرغاب النبي اورنجر وعليكم وحات رادين باهي نكاي نغو نوقدو عائشة رضي الله عنها والنبي أكفر لدي أيا نمكي النبي هذا الكاكو يدبي أدول هذا الشيء هذا الحناء كتري أغزاكم الله لعنكم الله مرقاب النبي قولي ما هي عائشة يا عائشة النبي كو يريد كذاب وكذا عيدة مرقاس النبي أي كتري عائشة ألم تسمع ما قالوا ووحي كو يريد هذا الميان المغلين مرقاب النبي كو يريد وأنوحا نقجوا هذا الميان المغلين ولم تود الله أقبل مايو لكن ثانا نقول يك أنو لا هاي بالله أقبل يا إبراهيم رسول كويدي هباركوا قوانا جاي قد عمايو لكن كيغا كيغا قد عيا إبراهيم رسول كويدي لأن يهود قدر النبي جاي قرنا يعني عليه الصلاة والسلام وحي رجينا يعني إن يكنا وحي دونا يعني يكون النبي جاي هبار بولا إيمانا يعني وجري دش على هاها تبي كل يهين يكون وحي كر رجينا يعني إن النبي محمد عليه الصلاة والسلام دعاء أود عيني يعني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أوليها إلا أقبل بالرجين يعني ولكن نبي جبريل ما أشيغو كويري وعليكم كده مرقابة عائشة عيتنتي مرقابة النبي قولي ما هي عائشة كده أبو العيدة هم ياد مغلين وحي لذين مرقابة النبي قولي وما مغلين وحنا نقوى نقودي ولي بتويد الله أقبل ما يتويد الله أقبل يا أي أكتس النبي قولي دام كوهد سوجرين يكون رجك قبل النبي قولي رادو يرحمك الله لكن النبي قولي ما أرنين وحكو رنجري يهديكم الله الله ينسو هدي يرحمك الله يا اسكله مسلم كاسكله ومتين هدول بسوده النبي عليه الصلاه والسلام والهي كو حمديو كاجوده ولالكي مسلم كان مغلايا وحا كو واجب نقونيسا انو يراد يرحمك الله الله هي كو نحارستو ادغنا كو جواب يهديكم الله ويصلح بالكم مرقا يهود النبي اكتس كو دسونيا يكون رجا كقبا انو النبي يراد يرحمك الله ولكن نبي يرحمك الله ما أرنينه وحو رجل إلى هاي النسوة هذا يبو رجل وفي الرواية نبي يحو رجل أدو يدين الله إني هكا جيو أدو يدين ثابت بن قيس صحابي اللي أرنجل أيو نبي قم مساجد كيسي وكتبي مرقاب النبي قل ما فعل ثابت ورثابت محايا لي ورثابت محايا لي مرقاس النبي قال له يا رسول الله صدح مع الموضة نكاس إن لم تكنو مصليه ماركتان الريركي سعود وابكتو كذا صحابة رسولنا رضي الله عنهم عهده النبي وحي كحدنا يا المساجد كالنبي لأن المساجد كالنبي صلى الله عليه وسلم قرآن كايا النبي وحي كسو دقا يي ما لول بورك السمادة كإيمان يبا صحابة وإنه دقستان بو إيمان يين ولكن صحابة رسولك رضوان الله عليهم أجمعين وحي أهايان بد اسكورها يبي هايان كبك والأغان يي كما مساجد النبي كما مقام مركب والله غناي والله يا مركا صحابي النبي كو دونيا لغو يدي اسغو اويا ايو مركا النبي او يمد صلى الله عليه وسلم مركب النبي كو يدي ما خا كو دعي صدح مال مود اسكو خيكت ثابتو ما حد مساجد كي غو يمو يد بلي شيخ و خوي صدح ايادود قرانك كو تالا aya maalmahan adiga dushaada ku soo degtay saddexdaasiba nabi allah aniga un baa warbixinayaan buu yiri quraanka sida u fahamsanayeen baa la soo bargaabo nabi ku yiri waa saddexde in allah la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur adon kasta oo faan badan oo xaraga badan ilaahay ma jecla la yiriyo aniguna nin xaraga badan baan ho faan ka jecel baan haybuu yiri إلى هنا إما جعلوا آية داسة عدينيس آية دلواد وحويان لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون مرقى النبي محمد نجوكتان عليه الصلاة والسلام النبي حلقات يسآت فردان هذا الذين هذا النبي كرها وققها ذينا بأل ليلي أنا قلنا أن قيلب بنبانه قيلة دوائي دير تهي آية داسة حق الدم وحي كشي غيسا كو نبي محمد يكو أجوغ هذا الخوغ النبي هذا الجيس كرء وقادايا
إن عملك صالح إقبتين وكبرتو كبري أي شيء سادنا القرآن كاسوح عدينا يا إن نيجا مارك تانا وعملك يكبري آية صدحان وحور ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب إلى آخر الآية وحال روحي جعلهم مروا بإلا وأمانوا وحين يكو أين السمين أنا أقول إن أمان تجعل بانهي صدح ذا آية ضوضة دشرة ذا كسو بغي صدح ذو بانهي قوار بحنا ينبو يلي فركاب النبي عليه الصلاة والسلام وحكو يلي لست ممن يفعل ذلك بكيري لا ثابت هذا هو صدامته هد بكيري صدح ذا آية ضوضتك آية كوار بحنا يان هذا هو مجرد بل تعيش حميدا وتقتل شهيدا ويدخلك الله الجنة ونبي كوري صلى الله عليه وسلم تعيش حميدا وحد نولان دونتا أدو إلهي كجعل يهي ونبي قيسونا كجعل يهي ومؤمنينتنا أي كود جعل يهين آيات كدح نولان دونتا أدو يدا وتقتل شهيدا قال قعن قال نوات كد من دونتا أيو شهيد بعد نقود دونتا شهيد ويدخلك الله الجنة إلى هين جل وعلا جنة وكجلين دون أبو نبيك كيدي بالفرس بركان قرآن كأي يكون فهم ينوح كهذا العيون إن كان هذا قرآن كالله نفهم سيد ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن دوله يعني إن دوله مؤذك النبي عليه الصلاة والسلام آيات ظاهر كي أنتو سوقات النبي قوله مدوله يهي آيات أنا قوم بيقى ورمى سايا وانيقى النبي الله صدانا نحي مرقاب النبي قوله مي إن لا أنت لو جيده النبي قوله عندها قلبك حقيقة ما شاء الله فهمانا وقلبك حقيقة ما شاء الله أركانا وقلبك قرآن كنا آيات كتاب قرآن كتاب في سورة الأنبياء وحي شاكيسا عقلك إيا قلوبت إن المتكلي أيهين لهم قلوب لا يعقلون بها بين هيري ذلك قال هذا إما أنت أدويل الدشادة إن قولنا والمرك إلهي كور بحين يوحو يري قلوب وإليهين لكن وحبكوا مقبتان بين هيري حبكوا محدا قلب قودة بركة نولشان أدويل يرقابا إلهي نقول دايق ولا ليال وحكوا حقا جنينا والدين آخر هذا وينك بدل لو حكوها جنة إنه الدين دين محل إذا مركا ما هو الدين إنك ما أنت الدين هذا ما قال له حلا جاي عبادات بدل إنه فهمان صلاة أول تكده يحشك أول تجو يزكاة أول بحيو يصومك أول صومه يشهادتينك وأركان الإسلام ويان أركان سايت الركن هذا نكوت يعني هاي لكن ركن كأكل يهدي الله دسو oo rukun ka la dhiso rukun ka la dhiso rukun ka la dhiso masaajidkii weli ma taagnay ka dhigantay rukunadii masjidka shubka sar qabanayay ayaa la taagay shanta arkaan al-islam hadaa la timaadina weli islaamnimada aad ma dhameystirnay ogo bilowgii baad joogtaa bilow misal limba boos laha boos wuxuu wariyo booskii aan lahaa baan qalbaan ka dhisaaya halkeen maraysaa baa lagu yiri wuxuu seeskii baan marayaa seeskii kow bunday kaabadeena waan dhisay boodanaya tirashi aqalku ku taagmayna waan taagay ma bilow u maray mise dhamaad u maray ninkaas bilow u maray bidaaya shanta arkaan al-islam hadii noloshaada laga helana shanta arkaan al-islam hadaa noloshaada aad ku dabaqdana wali waxaad joogtaa bidaayatu al-islam baad joogtaa ee nihaayadii wali ma gaarin bay ka dhigantahay bidaayad joogtaa islaamku wuxuu ka bilaabmaa waxa weeyaan arkaan al-islaam buu islaamku ka bilaabmaa islaamnimadu meesha ugu dambeysay ku dhamaatana waa dabeecadda wanaagsan weeyaan xusnul khuluq saqfiga islaamku waxa weeyaan finishing aqalku waxaan marinaynaa finishingkii buu marayaa baad odhanaysaa marka waxa loo fahmay aqalkaasi waa dhammaad haddeetoole aqalkan islaamku waxa uu ka bilaabmaa waa arkaan al-islaam waxa uuna ku dhammaadaa waa xusnul khuluq oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam akhlaaqdiisii oo dhammaystiran ayay culammada islaamku intay noo diiwaangeliyeen ayay kutubtay noogu qoreen imaamu tirmidi raximahullah shamaa'il buu ku soo qoray shamaa'il
إمام النووي رحمه الله أذكار النووي بوكو قري ما ركتاني إمام نسائي رحمة الله عليه أذكار اليوم والليل بوكو قري ومحيو حاصودا حياة ذي نبينا عليه الصلاة والسلام من واغو مركو بريو إلى نبي قبلك ودعيو سيحنا يو إلى جيف كسو كعايو أذكارت وخرنج ريبا الله نوقري حبكو أسعون ريبا الله نوقري حبكو درك أقادن ريبا الله نوقري حبكو أمتك ولدك ميبا الله نوقري حبكو ريريس ولدك ميبا الله نوقري حبكو أمت ولدك ميبا الله نوقري أذيكي أنيغا نوحا الله نقويري لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وحاكرو الله نقويري وإن تطيعوه تهتدوا هذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام على دعدان وهذا القصة آدي يشان ودقى القصة آدي نتما دان بإلهين إليه هاي وهذا ننتم بإلهين جل وعلا رسولك إلهين وحي إني قوة حاتي كده يشأ والأكسا كده يو ملق مهين بشر بوها باهي إذا أدو أذقبتن إسنا أوقبي هذا أدو جيف ربطو أو جيف صدي هذا عنا عنا سيساقو عنتا أو عناي هذا درحنا يسدر وحدي هذا رير لا دار رير أولها هذا أبو بشو ودو دلي هذا القرابة لا قرابة أولها هذا جار لا ده درس أولها هذا قال درس هذا إسكو دين هذا إن درس الله تهينا يهود من اللي درس لها عليه الصلاة والسلام سديدت كاسودن وحقوق ضدو إلى ليؤجتي والله ناقري بس وقرن تهين أنس بن مالك رضي الله عنه أي وحسو أكبر إنما يرير ملك عيارايا مركب السلامي تابعين دي لسعوتي أنس وحو كويري صدا أن دل يرد أنو السلامي سو مدر كيسان ها نبي جين محمد هابا صدا سمين جريم صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر بن الخطاب أي ويم ذي الطفيل وعر إنما رسو غير رعمانت والراعي هذا مالك لو كان سو غير نمر او راعي هذا مالك صدحات او راعي مالك افراد بيد حق النفريسي يا ابن عمر هي هلك فريسو هي سو قمال والبوا كور عوان نغيسا بداعات كسو يبسن ميسد مال نفريسن ميسد واحنا سو بايع ميسد ما سوق انا غلط دونتا ميش النفريسيو هلك واحد نوغو شيغ نوغو بر مرغا سير وريا كاغان علوش بورن له انما نقض من اجل السلام وعنك الله انما كو شيغا سلام عليكم الله هنا بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنوك الله هنا إنما نغدو من أجل السلام مسلمين تأيان دعاء إصناف سنين ويان سلام ودعو تحية أهل الجنة وأهل الجنة تحي سلام الجنة بحدة أسكو السلام دونام أي أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسلام ودعو نبت قليد إلهي نحرست إلهي بركات إلهي كركا غاها آذان بقول لك فضات سلام تأتكسو سلام تأتكسو دعي ستو وإيكونا دعاء دعاء الله مدى أيكوكو جوابان وعلى غيابا ولي إلهي متكلي إنتو لقد حالا بقول لك إن إلهي سلام تأكو علي إنتو لقو أقبلو إلهي نوشاد أكوكو بركيو